أنتم من الشخصيات الموقعة قرابة 60 شخصية على الأقل في القائمة الأولية من 25 دولة أعلن تأسيس الهيئة الدولية لمناصرة راشد الغنوشي. فقط أذكر بعض الأسماء، ربما الدكتور منصور مرزوق رئيس الجمهورية التونسية السابق، ثم نواب ومفكرين دوليين، قائمة طويلة. مثلا يمكن أذكر طارق الهاشمي نائب رئيس الجمهورية الأسبق للعراق، الدكتور رياض حجاب رئيس الحكومة السورية الأسبق، سعد الدين العثماني وعبد الإله بن كيران رئيس الحكومة المغربية السابق، مصطفى شنطوب رئيس السابق للبرلمان التركي، ديفيد ماك نائب مساعد وزير الخارجية لشؤون الشرق الأدنى الأسبق للولايات المتحدة الأمريكية، اللورد جون ألدر دايس رئيس البرلمان الإيرلندي السابق، عزمي بشارة المفكر العربي المعروف، وضع خنفة رئيس منتدى الشرق والمدير العام السابق لشبكة الجزيرة للإعلام، جون إسبوزيتو الكاتب الأمريكي المعروف. وينسق هذه اللجنة، هي قائمة طويلة، كذلك أيمن نور القيادي السياسي المصري المعروف، خافير نارت عضو البرلمان الأوروبي ينسقها، والدكتور رفيق عبد السلام وزير الخارجية التونسي الأسبق. فكرة هذه اللجنة والهيئة الدولية دكتور شنقيطي وأنت من مؤسسيها. حياكم الله وحياكم. أولا الأستاذ راشد الغنوشي هو شخصية فكرية وسياسية ذات وزن واعتبار للأمة كلها، ولا عجب أن تداعت كل هذه الشخصيات من مختلف المشارب والمذاهب والأيديولوجيات السياسية والجنسيات للوقوف معه، لأن الأمة التي يقيد أحرارها وهي قاعدة راكدة هي أمة لا مستقبل لها. فلذلك هذه الخطوة التي أعتبرها مجرد بداية، وهي خطوة معنوية لها وزنها المعنوي الكبير، ونتمنى أن تترتب عليها أمور عملية، أوضحت المبادرة في بيانها أنها تسعى إلى مناصرة الأستاذ راشد الغنوشي والتعريف بمظلمته وبسماته الفكرية والسياسية باعتباره شخصية علمية وشخصية سياسية ومنارة من منارات العالم العربي والعالم الإسلامي. وطبعا أولويات هي إطلاق سراح الأستاذ دون قيد وشرط، ورفع الظلم عنه وعن كل المناضلين الأحرار في تونس بغض النظر عن انتماءاتهم الحزبية والفكرية، مع أهداف أخرى تتعلق بالوضع التونسي بشكل عام، مثلا عدم استخدام القضاء سياسيا إلى آخره. نعم، لتذكير السادة المشاهدين وجمهور قناة الزيتونة أن الأستاذ راشد الغنوشي الآن يقيم في السجن بناء على عدد 3 بطاقات إيداع، وصدر في حقه حكمان اثنان. الحكم سريعا بالنسبة للأحكام السجنية، عنده صادر عن دائرة جناحية متخصصة في قضايا الإرهاب، تم سجنه مدة عام كامل، وقع طعن فيه من قبل النيابة العمومية بتجديد العقاب من عام إلى عام وثلاثة شهور 15 شهر يعني، ثم طعن فيه بالتعقيب وقررت التعقيب فقط الحكم وإرجاعه لمحكمة الاستئناف. ثم حكم آخر بطبيعة الحال هو يتعلق بمسألة الاشتباه في التمويل الأجنبي لحركة النهضة، عقد اللوبينج هذا، ومن المفارقات أنه لم يتم تحديد دور الغنوشي في الجريمة المفترضة، وصدر في حق الغنوشي 3 سنوات مع نفاذ عاجل. وثم